السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير أحبابي ومتابعي قناة الخط العربي محبي الخط العربي. اليوم هذه السلسلة ستكون جديدة بإذن الله بقلم الرصاص مع بداية المدارس. سنكتب إن شاء الله فيديو بخط النسخ كما هو الآن، وفيديو آخر بخط الرقعة، وكل واحد منكم أيها الأحبة الكرام يقاري الخط الذي يكتبه في حياته العادية بخط الرقعة أو خط النسخ، فإذا وجد أنه أقرب إلى خط النسخ الذي نكتبه الآن فليتابع في خط النسخ، وإذا وجد أن خطه أقرب إلى خط الرقعة فليتابع في خط الرقعة، وأيضا لا مانع بأن يتابع في الخطين معا، لكن الأفضل أن نتقن خطا ثم نتابع في الخط الآخر. الآن اليوم هذا الفيديو عن حالات حرف الباء مع الحروف الأخرى، الباء مع الألف، الباء مع التاء. طبعا قلم الرصاص في البداية يجب أن يكون رأسه بشكل جيد. الآن لاحظوا بداية الباء والباء مع الألف، الباء مع التاء، يجب حف قلم الرصاص قليلا. ولاحظوا الآن هذه الراء سنكتبها مرة أخرى بتكون بشكل أوضح. ما أتمناه منكم أيها الأحبة الكرام أن تكثروا من التمرين. هناك أسئلة كثيرة، شخص يدخل إلى القناة يعجبه فيديو، يدخل إلى القناة ويسأل ما نوع القلم. أتمنى من كل متابع وكل محب للخط العربي أن يدخل إلى القناة ويبحث في الفيديوهات في القوائم، لأنني وضعت كل ما يتعلق بنوع القلم الذي أكتب به، سواء القلم العادي أو قلم الخط، وكم مقياس القلم، 1 ملليمتر أو 2 ملليمتر، وأيضا أين يوجد وأين يباع مثل هذا القلم. كل هذه التفاصيل موجودة، ومع ذلك هناك من الأصدقاء، هناك من الإخوة الذين يدخلون ويشاهدون هذه الفيديوهات يسألون عن هذا القلم أو عن هذه الأسئلة مرة أخرى. أتمنى منكم تصفح فيديوهات القناة. لاحظوا الآن حرف الباء مع السين ثم مع الصاد، الآن مع الطاء والعين. لاحظوا كيف الآن حرف العين نفس الحاء تماما، أنا الحاء كتبتها على مرحلتين حتى أبين لكم الطريقة. لاحظوا الآن حرف العين كتبناها فورا، الآن مع الفاء، الباء مع الفاء. طبعا هذه كتابة التعليم تكون ببطء، لكن مع الممارسة يكون الوضع أسرع. أنا لا يمكن أن أكتب بسرعة خلال يوم أو يومين. مع حرف القاف يكون الباء أعلى قليلا، الآن مع الكاف. لاحظوا كيف هذه الكاف قد نمدها وقد تكون أقصر من ذلك. فأتمنى منكم التدريب على مثل هذه الورقة تقريبا، أو بإمكانكم أن تتدربوا على ربما دفتر فيه دفتر اللغة الإنجليزية، يمكن أن يفيد في ضبط الحروف. كثير من المتابعين يسألون عن ضبط الحروف، المسافات بين الحروف وحجم الكلمة. أحيانا أنا أكتب كلمة كبيرة والتي بعدها أصغر منها، يمكنك أن تتدرب على ذلك إما في ورق مليمتري اللي هو دفتر الرياضيات المربعات، أو بدفتر اللغة الإنجليزية، وأيضا دفتر الرياضيات المليمتري اللي هو مربعات ينفع في ذلك ويضبط الكلمات. إذن لاحظوا كيف هذا ما أحببت أن نبدأ بهذه السلسلة. إن شاء الله هذه قد تكون رقم 3، السلسلة الثالثة، لأنه كتبنا سلسلة بالرقعة وسلسلة في النسخ بالقلم العادي. طبعا هذه خاصة الآن مع بداية المدارس. الآن مع هذا البيت من الشعر، طبعا ليس الأصل أن نبدأ فورا بالكلمات، بداية الحروف والحروف واتصالاتها ثم الكلمات ثم الجمل، لكن من أحب أن يتمرن لا مانع من ذلك. أحيانا إنسان يمل، فحاول أن تكتب هذا البيت. أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. هذا هو البيت أيها الأحبة الكرام. أتمنى منكم
أن تتمرنوا على هذا الخط. أتمنى منكم أن تكثروا من التمرين، يعني على كل يوم كل يوم خصص لك أو خصصي لك أو حتى لأبنائك وقتا، خصصوا وقتا للتدريب. أترككم مع هذا الفيديو، أشكر كل من ترك تعليقا وترك ملاحظة، أنا منكم أستفيد. أنا في بدايتي في 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 تعلم الخط، أحاول في هذه القناة أن أعلم من هو أقل مني مستوى وأن أعلم من يريد أن يحسن خطه. فنبدأ من هنا وإن شاء الله يتابع طريقه في الإتقان. لكم مني كل المحبة، أنا فادي سميسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.